أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام. يتجدد اللقاء في قبل الجرس وحديثنا المستمر مع القصف الإسرائيلي الأخير على المؤسسات المالية المصرفية التابعة لحزب الله والتي تقدم معاملات تزيد عن 4 مليارات دولار. تفصيلا في هذه الحلقة أنا صلاح والزميلة سينتيا. صباح الخير. صباح الخير صلاح ولكل المشاهدين. بالفعل كما ذكرت يعني هذا يؤجج مرة جديدة التوترات بالشرق الأوسط وفي لبنان، وأيضا عالميا سنتعرف على خفض البنك الشعب الصيني لمعدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. الأهداف وراء هذا الخفض الذي كان أكثر من المتوقع. ونبدأ مشاهدينا بالخبر الأبرز لدينا، ولكن قبل ذلك طبعا يعني وردنا الآن بالوقت الحالي يعني أخبار عاجلة صلاح ويبدو أنها من قطر. نعم هذه المرة في إطار الأرقام التي تصل وعن التضخم في قطر، حيث أن تباطأ معدلات التضخم في قطر إلى مستويات 18% في سبتمبر، وذلك بدعم من تراجع أسعار السكن والكهرباء والماء. إذن تباطؤ معدلات التضخم في قطر إلى ما يزيد عن 18% سوف نكون لاحقا تفصيلا في أبرز القطاعات التي أثرت على أرقام أسعار المستهلكين، لكن بالعودة إلى خبرنا الرئيس في قبل الجرس. خبرنا الرئيس كما ذكرنا في لبنان تحديدا بعد أن قامت إسرائيل باستهداف مؤسسات اقتصادية تابعة لحزب الله وتحديدا بمنطقة الغبيرة جنوب لبنان، ومن بين هذه المؤسسات نتحدث عن القرض الحسن. هذه المؤسسة كانت تمنح قروضا سنوية للأفراد التابعين لحزب الله تقريبا ب 500 مليون دولار، وحتى يبدو أنه بعد الأزمة المالية بالعام 2019 امتدت خدمات هذه المؤسسة لكافة شرائح المجتمع. نعم القرض الحسن بما يعرف بين قوسين بأنه المصرف المركزي التابع لحزب الله طبعا. صحيح. مع التحفظ، لكن هذا ما يقال بالنسبة للحزب. كما ذكرت كان يقدم ربما المعاملات فقط لأبناء الحزب ربما عائلاتهم بشكل عام، لكن منذ العام 2019 توسع بشكل عام ربما للمساعدة على الأقل بالنسبة للأفراد في لبنان جراء الأزمة الاقتصادية. صحيح. لذلك حتى حجم التعاملات بلغ 4 مليارات دولار، لكن بما أعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس أنه قصف المبنى الرئيس إضافة إلى مجموعة من الفروع التابعة له. صحيح، يعني يبدو أنها كانت مؤسسات اقتصادية عديدة لحزب الله، وبهذا الإطار نشير اليوم أن القصف والهجمات متواصلة على منطقة الجنوب، وحتى يعني نشير بهذا الإطار بمحيط مطار بيروت. يعني محيط مطار بيروت أمس كان مشتعلا بالنيران، ونشير بهذا الإطار اليوم طبعا المطار يتعرض يعني لضعف كبير بحركة الطيران، وبالتالي هذا يؤثر على حركة الشحن. يعني نذكر صلاح قبل الأزمة المالية بالعام 2020 بلبنان يعني كان هناك يمر تقريبا ما بين 50,000 إلى 100,000 طن سنويا من الشحنات. اليوم طبعا قطاع الشحن يتعرض للعديد من الخسائر جراء استمرار ضعف حركة الطيران. ومساء أمس كان يوما حادا سواء على لبنان بشكل عام، خاصة الضاحية الجنوبية، وحتى على قطاع غزة التي استمر فيها القصف بشكل. صحيح. كبير، والحديث الأممي بأن غزة قد تحتاج إلى مليار الدولارات، لكن كذلك إلى عشرات السنين من أجل إعادة الإعمار. لكن مع عودة الأسواق الدولية والمؤشرات العالمية كيف هي التحركات سنتي؟ يبدو فعلا أن الخامات ما زالت على استقرار، ولكن الذهب ما زال يحلق فوق مستويات 2700 دولار للأونصة. سنتابع المزيد بهذه الجولة. إذن مع استمرار احتدام التوترات الجيوسياسية إلى جانب صدور العديد من البيانات الاقتصادية إلى جانب طبعا بيانات السياسة النقدية في الصين، كيف تتفاعل المؤشرات السلع والخامات؟ نبدأ تحديدا من النفط، نلاحظ هناك استقرار على الخامات. خام برنت ما زال سعر البرميل تقريبا عند 73 دولار، ارتفاعات طفيفة لحوالي 15 النقطة المئوية، والخام الأمريكي أيضا ما دون مستويات 70 دولار للبرميل. نذكر طبعا
عن أنه الخام الأمريكي تكبد أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر ونصف الأسبوع الماضي، جراء طبعا دائما البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين والمخاوف من ضعف الطلب. إلى جانب الخامات، كيف تبدو حركة الذهب اليوم؟ ليس فقط الذهب ولكن كل المعادن نلاحظ أنها في النطاق الأخضر. بالنسبة لأنصة الذهب تتمسك فوق مستويات 2700 دولار حتى الآن، هذه المستويات التاريخية التي سجلتها الأسبوع الماضي بفعل احتدام التوترات الجيوسياسية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، ودائما يعني إقبال البنوك المركزية على شراء الذهب بوقت طبعا الأزمات وللتحوط من التوترات. البلاتين بالنطاق الأخضر النحاس على ارتفاعات بأكثر من 1% بجلسة اليوم، وحتى الفضة نلاحظ أن أونصة الفضة تتجاوز تقريبا 33 دولار، تكاد تلامس 34 دولار، هذه مستويات كبيرة نشهدها على الفضة. إلى جانب المعادن، كيف تتحرك سلة العملات ومن بينها الدولار الأمريكي؟ نلاحظ الدولار يعني يشهد تراجعات طفيفة مقارنة مع المكاسب الأسبوعية التي سجلها للأسبوع الثالث على التوالي، أتى ذلك بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. سنراقب طبعا يعني كيف أيضا سيتفاعل الدولار الأمريكي خاصة مع توجه الفيدرالي الأمريكي للتيسير النقدي، إلى جانب طبعا يعني نترقب نتائج الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر، تقريبا أسبوعين يفصلاننا فقط عن الانتخاب. الدولار مقابل الين تراجعات طفيفة، الدولار الأسترالي مقابل الدولار أيضا على تراجعات بحوالي 0.1 نقطة مئوية، واليورو مقابل الدولار أيضا يبقى على تراجعات طفيفة بأقل من 0.1 نقطة مئوية. شهدنا تراجعات على اليورو يعني على مدار الأسبوع الماضي خاصة بعد قيام يعني نهار طبعا الخميس المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة كما كان متوقعا بمقدار 25 نقطة أساس. بالنسبة للمؤشرات الأسيوية، كيف تتفاعل خلال جلسة اليوم؟ نلاحظ الارتفاعات مستمرة على نيكي 225 وإن كانت طفيفة، وذلك بدعم من أسهم التكنولوجيا من أبرز نتائج الشركات. نذكر الأسبوع الماضي TSMC أعلنت عن ارتفاع إيراداتها 36% بالربع الثالث من العام الحالي. المؤشرات الصينية اليوم على ارتفاعات بحوالي 0.17 نقطة مئوية إن كنا نتحدث عن كومبوسيت شانغهاي، وذلك طبعا بعد أن قام بنك الشعب الصيني بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وبأكثر من المتوقع. الكوسبي الكوري يبقى في النطاق الأحمر خلال جلسة اليوم، تراجعات تقريبا 0.16 نقطة مئوية. بالنسبة للعقود الآجلة الأمريكية كيف تتحرك؟ تبقى بالوقت الحالي على تباينات، نلاحظ S&P 500 والناسداك على تراجعات طفيفة. نذكر المؤشرات الأمريكية سجلت مكاسب أسبوعية قوية الأسبوع الماضي، والداو جونز يبقى دائما في النطاق الأخضر وارتفاعات أو بالأحرى يعني ارتفاعات طفيفة بأقل من 0.1 نقطة مئوية. مشاهدينا إلى ملفاتنا تحت المجهر، ونبدأها من القمة المنتظرة لمجموعة بريكس، حيث وصل رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد النهيان إلى موسكو، وذلك مع استقبال الرئيس الروسي له والحديث عن ضرورة رفع المبادلات التجارية بين البلدين بشكل كبير. طبعا مجموعة بريكس كانت تقتصر فقط على 5 دول، والإمارات من بين الدول التي انضمت مؤخرا لهذا التكتل، إضافة إلى عدد من الدول الأخرى، لكن الحديث بالخصوص من خلال استقبال بوتين لرئيس الإمارات العربية المتحدة عن ضرورة رفع حجم المبادلات التجارية وزيادة الاستثمار بين البلدين. بالفعل يعني نذكر بهذا الإطار، اليوم تعتبر الإمارات أكبر شريك لروسيا بين مجموعة يعني الدول الخليجية، تشكل تقريبا 55% من تجارة روسيا مع دول الخليج الإمارات وحدها، وبالتالي اليوم زيارة الرئيس الإماراتي إلى روسيا تصد تقريبا يعني بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، خاصة يعني نذكر أنه 7 مليارات دولار كانت قيمة الاستثمارات بين الدولتين، وحتى تضاعفت 3 مرات يعني صلاح خلال السنوات الثلاثة الماضية. والحديث بضرورة رفع المبادلات التجارية إلى ما يزيد عن 10 مليارات دولار خلال السنوات القادمة، لكن هذه المرة إلى موضوع آخر، حيث خفضت الصين من معدلات الفائدة الرئيسية للإقراض، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس. إذن على ما يبدو أن عوامل التحفيز كانت هذه الخطوة منتظرة ومن الضرورية، خاصة مع الحوافز التي قدمتها الحكومة مؤخرا، لكن
تبقى بعيدة عن التطلعات. صحيح، يعني يبدو أنها كانت أكثر من المتوقع، ولكن أيضا يعني سنرى ما إذا كانت فعلا كافية لمعنويات المستثمرين. نذكر بهذا الإطار يعني القروض لمدة عام تم خفضها تقريبا إلى 3.1% بالنسبة لمعدل الفائدة، وأيضا بالنسبة لمعدل الفائدة على القروض لمدة 5 سنوات تم خفضها إلى 3.6%. بالتالي هذا الخفض يأتي اليوم أيضا بعد حزمة جديدة من الدعم أعلنت الصين تحديدا لقطاع الإسكان، وخاصة ضمن مشاريع القائمة البيضاء. هذه المشاريع بدأت منذ العام 2024، ويبدو أنه اليوم حتى الصين قدمت تسهيلات ائتمانية جديدة تجاوزت يعني القيمة الإجمالية لها تقريبا 560 مليار دولار. ومن الصين نحلق عبر طائرة بوينغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توصل اتحاد عمال شركة بوينغ لصناعة الطائرات إلى اتفاق مبدئي، وذلك لإنهاء الإضراب التاريخي الذي استمر لأزيد من 5 أسابيع وأسفر عن توقف الإنتاج في عدد من الطائرات التجارية. والاتفاق يشمل هذه المرة زيادة في رواتب العمال بنسبة 35% على مدار 4 سنوات القادمة. وبالتالي ربما أغلقت الإدارة التنفيذية لبوينغ هذا الملف الشائك، خاصة وأنها كانت لديها تحديات أخرى بعيدة عن موضوع الموظفين. صحيح، يعني صراحة نذكر أنه هذا الإضراب شمل تقريبا 31 ألف شخصا كانوا فعلا يطالبون برفع أجورهم، وحتى نشير أن الشركة كانت تعاني من أزمات مالية عديدة، شهريا تخسر تقريبا مليار دولار، وذلك بعد أن تم تغريمها بهذا العام نذكر من قبل وزارة العدل الأمريكية بأكثر من 200 ويعني تقريبا 64 مليون دولار بسبب يعني طبعا تهمة مقتل مسافرين منذ أكثر من عامين، إلى جانب طبعا أيضا أزمات مالية تتعلق بأعطال بطرازات طائراتها أدت إلى هبوط اضطراري رأيناه بأستراليا الولايات المتحدة وغيرها من الدول. ويتزامن هذا القرار القاضي كذلك برفع رواتب هؤلاء العمال مع القرار المنتظر لبوينغ، وهو تسريح تقريبا 10% من إجمالي الموظفين. صحيح. وذلك بمقدار 17,000 موظف من إجمالي 170,000 موظف يعملون لدى بوينغ بشكل عام، لكن نبقى في الولايات المتحدة وفي العالم بشكل عام هذه المرة. وفيما يخص الارتفاع الكبير للطلب على الهواتف الذكية، لكن الهواتف المستعملة وليست الجديدة، وخاصة أجهزة آيفون، نشتري جهاز قديم أقل سعر أقل صحيح. تكلفة من الجديد، ويحظى بكل الامتيازات الموجودة في الأجهزة الجديدة. بالفعل يعني خاصة نرى صلاح الطرازات الجديدة للهواتف الذكية، وحتى يعني أصبحت متشابهة للعديد من الشركات لأنه دائما تحتوي على تقنيات جديدة على كاميرا حديثة. وبالتالي يعني اليوم يرى العديد من المستخدمين أنه يمكن يعني إصلاح الهواتف بدلا من دفع ثمن كبير وشراء هاتف جديد. ويعني بحسب آخر الأرقام هذه الظاهرة كانت كبيرة تحديدا في أوروبا، يعني نشير تقريبا بأوروبا 43% من الأشخاص يلجؤون إلى إصلاح هواتفهم بدلا من شراء هواتف جديدة. بحسب التقرير أو الدراسة بشكل عام، أن السبب المباشر يعود إلى أن إصلاح الهواتف في هذه الفترة لم يعد كما كان في السابق، بل بات أكثر جودة ويعادل ربما تلك الأدوات التي تستعمل من خلال صحيح. الإصلاح في مستويات الأجهزة الجديدة. لذلك ما يشار إليه هو ارتفاع حجم التعامل العالمي مع الأجهزة المستعملة من خلال المبيعات، وذلك بنسبة 5% بنهاية العام 2023، لكن هذه المرة إلى إيلون ماسك، والذي يتعهد بالمساعدة والمساهمة والتبرع بمليون دولار يوميا حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية. يعني دعم لا محدود، ولو أن ترامب لم يدعمه بشكل كبير وقال له حتى بالنسبة للوظيفة التي يمكن أن يتولاها هي وظيفة في إطار البيئة صحيح. والتكنولوجيا. بالفعل صلاح، يعني وقت ذلك بحسب ماسك اليوم يعني هو يقول أنه كل شخص يوقع على عريضة تدعم دستور الولايات المتحدة الأمريكية عبر شبكة الإنترنت يحظى على مليون دولار يوميا يعني بيوم واحد. ولكن بالمقابل نشير اليوم أنه دليل الجرائم الانتخابية الصادر تحديدا عن وزارة العدل الأمريكية اعتبر أنه هذا فعل تحريض، يعني اليوم عندما نكافئ شخص فقط مجرد
مجرد تأييده مرشح معين. سنرى أيضا يعني قبل تقريبا أسبوعين من الانتخابات إن كان سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن ذلك. في النهاية موضوع مغري وقد يقلب الطاولة، والناس تنضم إلى هذه المبادرات من أجل المال وليس من أجل اختيار الرئيس بشكل عام، لكن فقط نشير إلى أنه في آخر وأحدث الاستطلاعات الخاصة بالمرشحين استحوذت المرشحة كامالا هاريس على نسبة 49.20%، بينما دونالد ترامب كان عند مستويات 47.5%. إذن حالة من التأرجح لغاية الساعات الأخيرة قبل الانتخابات. صحيح، يعني المنافسة تحتدم أكثر وأكثر. سنبقى على آخر التطورات بشأن الانتخابات الأمريكية وغيرها من الأخبار العربية والعالمية وعناوين بوصلتنا اليوم، ولكن بعد الفاصل. إلى غرفة الأخبار والزميل الطيب عبد الماجد ليطلعنا على ملفات بوصلتنا لنهار اليوم. تحية صباحية لك الطيب. يبدو أن وتيرة الهجمات الإسرائيلية تتصاعد على غزة ولبنان على حد سواء. ولكم صلاح وسنتيا، بالفعل لا زالت التوترات الجيوسياسية هي العنوان العريض للأحداث في المنطقة وفي العالم، وبالتالي إسرائيل لا زالت تواصل هجماتها الإسرائيلية وشروط صعبة لإنهاء الحرب في لبنان، ومؤسسة القرض الحزن المالية في مرمى الاستهداف أيضا في بيروت هذه المرة. الصين تتدخل من جديد لتحفيز الاقتصاد وحقن شرايينه. بنك الشعب الصيني يخفض معدلات الفائدة الأساسية على القروض هذه المرة ب 25 نقطة أساس، محاولة لإنعاش السوق والسوق العقاري على وجه التحديد. المستثمرون يواصل تقييم هذه الخطوة الصينية. النفط يعود من جديد بعد الارتدادة الحادة السلبية الأسبوع الماضي إلى الارتفاع من جديد. رئيس أرامكو يتفاءل أيضا من جديد فيما يتعلق بالطلب على الخام في الصين هذه المرة على وجه التحديد عله يحسن من مصهر النفط. وفي مصر الرئيس المصري السيسي يحذر من أن الاضطرابات الإقليمية قد تجبر مصر على تغيير خطتها مع صندوق النقد الدولي في ظل فقدانها لحوالي 7 مليارات دولار لقناة السويس، وبالتالي يعني إذا أثر ذلك على الرأي العام أو كما قال. نعم الطيب، شكرا جزيلا لك على كل التفاصيل. وإلى سهم اليوم، نتحدث عن سهم الحفر العربية الذي يبدو أنه حقق مكاسب قوية بجلسة أمس. ما هي هذه المكاسب والأسباب وراء ذلك؟ يطلعنا عليها صلاح، يعني ما سر اليوم السهم الحفر العربية؟ عمومية للشركة توافق على إضافة مجموعة من الأنشطة الجديدة للمحفظة الاستثمارية لها، إضافة إلى تعديل بعض الخصوصيات التي تخص أسهم الشركة، هو ما دعم هذه الارتفاعات. إذن سهم اليوم من السوق السعودي سهم شركة الحفر العربية، والذي يحقق أعلى مكاسب له يومية في 3 أشهر، وارتد من مستويات هي الأدنى له في عامين، وذلك عندما أنهى التعاملات في الجلسة الماضية مرتفع بنسبة 6% على خلفية موافقة مجلس إدارة الشركة على إضافة أنشطة التدريب والتكوين لعمل ونشاط الشركة، إضافة إلى تعديد الحقوق والالتزامات المتصلة بأسهم الشركة، وبالتالي كان هذين الموضوعين هم من دعم ربحية السهم بما يزيد عن 6%. مع استمرار موسم النتائج المالية وأيضا في ظل الإدراجات الجديدة التي نشهدها في الأسواق الخليجية، كيف ستكون افتتاحية جلسات اليوم؟ ننتقل بهذه الأثناء إلى شبكة المراسلين، معنا تحديدا من بورصة قطر معمر عواد سوق دبي المالي ندى عبد السلام، وأيضا معنا من بورصة الكويت أسامة رشيد. نبدأ معك ندى، يعني اليوم نترقب تحديدا بسوق أبوظبي إدراج شركة ADNH، كيف هي التوقعات لافتتاحية جلسات اليوم؟ صباح الخير سينتيا والزملاء. طبعا اليوم هو تاريخ او موعد التخصيص، ادراج الشركه سيكون في يوم الاربعاء المقبل في سوق ابو ظبي الاوراق الماليه، لكن الجديد ايضا سينتيا هو اعلان مجموعه اللولو للتجزئه عن طرح 25% من اسهمها في سوق ابو ظبي الاوراق الماليه. ربما الشركه طبعا حددت يوم 14 من شهر نوفمبر المقبل تاريخ متوقع للادراج وبدء التداول على اسهمها. سننظر طبعا ونتابع خلال فتره الكتاب على اسهم هذه الشركه ايضا. طبعا اشرت
إلى حالة الزخم التي تشهدها الأسواق الإماراتية فيما يتعلق بالطروحات الجديدة. أيضا لدينا الزخم في إعلان عن نتائج أعمال الشركات اليوم. مصرف عجمان يجتمع لي النظر في بياناته المالية عن الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى، وأيضا هذا السهم المدرج في سوق دبي الأوراق المالية سيتم إيقاف التداول عليه، التزامن طبعا مع اجتماع مجلس الإدارة الذي سيبدأ في 10:00 صباح هذا اليوم. ولدينا العديد من الأخبار. تيكوم بتستكمل الاستحواذ على إحدى المباني التجارية في مدينة دبي للإنترنت، وغيرها من الأخبار التي سنتابع ردة الفعل عليها اليوم. سينتيا، شكرا ندى. إلى بورصة قطر وزميل معمر عواد. معمر، بيانات التضخم تظهر تباطؤا هذا الصباح، لكن في المقابل جلسة الأمس كانت بتراجعات نسبية لكن ترافقت، وأحجام وقيم تداولات كانت ضعيفة جدا. صحيح، يعني بعد جلسات من الارتفاعات القياسية وصل فيها المؤشر إلى أعلى مستوياته خلال هذا العام. كنا متوقع عمليات جني أرباح، لم نشهد أي مفاجآت في مستوى أو خلال فترة المزاد الأخير. خسرت البورصة القطرية من قيمتها السوقية أكثر من 5 مليارات ريال قطري. جميع اللاعبين كانوا في خانة صافي البيع باستثناء المؤسسات المحلية التي سجلت أيضا صافي شراء، ولكن بمستويات وقيم أقل من الفترات السابقة. يبدو بأنه السوق يأخذ الآن اتجاه ومنحنى هابط، بدأ يتعامل إلى حد ما مع ما يجري في المنطقة، إلى حد ما بدأ يعني معامل ارتباطه مع نتائج الأعمال عم بيكون ضعيف نوعا ما. سوف ننتظر اليوم تفاعل السوق مع نتائج ناقلات الغاز التي فاقت التوقعات بأكثر من 6%، وكذلك أيضا بالنسبة لصناعة التحول التي تراجعت أرباحها ب 20% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. كما نعلم صلاح، معامل ارتباط البورصة القطرية مع مؤشرات الاقتصاد الكلي ضعيفة نوعا ما، فبالتالي لا نتوقع بأن يكون أدنى قراءة للمؤشر التضخم في قطر خلال هذا العام أي تأثير على البورصة القطرية. نعم سنتيا، شكرا لك معمر. وإلى بورصة الكويت مع أسامة. يعني لاحظنا أسامة التراجعات خيمت على المؤشرات الكويتية بجلسة أمس، ما هي التوقعات لافتتاحية جلسة اليوم؟ نعم يعني لا توجد متغيرات كثيرة يمكن أن تجعلنا نستطيع أن نحدد مسار الجلسة، لكن بالتأكيد الوضع الجيوسياسي حاضر. المتغير الوحيد الموجود لدينا حتى الآن هو طبعا، وهو متغير مهم، هو إعلان البيانات المالية لبيت التمويل الكويتي كساهم ثقيل على المؤشرات، وأيضا يعني ترتبط به مساحة واسعة للغاية من المستثمرين والمتداولين. بيتك أعلن عن نمو في أرباحه تقريبا بأقل من 5% لتقترب هذه الأرباح من النصف مليار دينار، يعني 483 مليون دينار كويتي. طبعا أهمية هذه الأرباح في رأيي أنها تضع المستثمرين أمام صورة متوقعة عن أداء البنك بنهاية السنة. هذه الأرباح تاريخية، هذه الأرباح هي المرحلية الأعلى مثلما كان النصف الأول. سنرى إن كان التأثير سيكون على السهم أو يحدث مع بيتك مثلما حدث مع الجهات التي سبق وأعلنت، وفي نفس اليوم أيضا تعرضت لضغوط بيعية. بشكل عام الارتداد يعقبه بيع، لكن كما أشرت بالأمس هناك دخلنا في منطقة مقاومة بعد اختراقات جوهرية حققتها المؤشرات الثلاثة. نعم، جزيل الشكر لك الزميل أسامة رشيد، كنت معنا من بورصة الكويت، وللزملاء معمر عواد من بورصة قطر، وندى عبد السلام من سوق دبي المالية. وإلى الأخبار الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي على CNBC عربية، نبدأها تحديدا صلاح بالخبر الأول وتحديدا عن راتب الأحلام. يعني يبدو أن هناك معايير خاصة يمكن للشخص استخدامها لزيادة راتبه، والتقنيات والأفكار نقدمها عبر موقعنا الإلكتروني، وذلك من خلال الطلب الزيادة السنوية، وكذلك ضرورة كتابة الرقم الذي تتطلع فيه وفقا لخبرتك وإمكانياتك عند المقابلة الوظيفية أول مرة. صحيح، يعني ويبدو أيضا أنه إضافة أمور إلى السيرة الذاتية من العوامل المهمة أيضا. وإلى خبر آخر هذه المرة أيضا عبر منصات التواصل عبر CNBC عربية، نتحدث عن ملياردير أمريكي يبدو أنه اختار قطاعا كان بعيد عنه ولم يظن أنه فعلا سيصبح هذه المرة مليارديرا، وهو القطاع الصحي وقطاع الأنشطة الطبية والدوائية. لم يكن يرغب في الدخول والتوسع في هذا المجال، لكنه استمع إلى نصيحة أحد الخبراء ودخل صدفة بحسب التقرير ليصبح هذا المجال يدير له المليارات، لكن هذه المرة إلى موضوع آخر. والزميل ياسين الجوهري ليطلعنا
على تفاصيل ما جاء على لسان الرئيس المصري مساء أمس والتي كانت بين قوسين بلهجة حادة نتيجة ربما الشد والجذب مع صندوق النقد الدولي جراء الفوائد الكبيرة التي دفعتها مصر. صحيح يعني، والشروط المطلوبة بشأن الحزمة المرتقبة من صندوق النقد إلى مصر. وأيضا نذكر اليوم سنكون على تغطية كاملة ومتواصلة لاجتماعات صندوق النقد الدولي. وإلى هنا سنكون قد وصلنا إلى نهاية قبل الجرس وافتتاحيات الأسواق بعد قليل. إلى اللقاء.